نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الاثنين 7 آب 2017. بالأمس صدر بيان للجيش اللبناني يطلب يعني من الجميع عدم التحليل والتنظير وإعطاء التوقيت وحتى رسم خطوط المعركة التي قد يشن الجيش في الجرود، جرود راس بعلبك والقاع ضد التنظيم الإرهابي تنظيم داعش. بطبيعة الحال يعني البيان منطقي جدا وواضح جدا، الجيش هو يعلم التوقيت والجيش هو صاحب الأرض والميدان وهو صاحب القرار، ولكن هل سيذهب إلى النهاية في هذه المعركة أم أن هناك اعتبارات أخرى قد تطرأ؟ أولا، هل هناك فعلا من باب للتفاوض كانت إشارة اللواء عباس إبراهيم عند إنهاء المرحلة الأخيرة من قضية وعملية التبادل بين حزب الله وجبهة النصرة، أنه إذا بدهم يتفاوضوا داعش لا مانع ولكن الدولة اللبنانية لا تفاوض؟ هل هذا يعني يجنب لبنان معركة وخسائر وربما لا سمح الله شهداء في الجيش اللبناني؟ أو لابد منا هذه المعركة؟ هذا في مكان. في مكان آخر، لماذا تعرقلت اليوم خروج وإنهاء عملية وجود أي ظهور مسلح أو أي شخص مسلح غريب على الأرض اللبنانية في جرود علسال؟ هل صحيح السبب أنه خلافات بين سرايا أهل الشام بين بعضهم أم أنه الأمر يتعلق الإخلال بالاتفاق الذي كان استبق معركة تطهير الجرود بين حزب الله وسرايا أهل الشام، وهل هناك تداعيات له حتى اليوم؟ على كل حال، الميدان والواقع في السلسلة الشرقية يفرض نفسه على كل الأخبار وكل التطورات السياسية والمالية والاقتصادية. العين على الجرود لنقرأ اليوم بشكل عملي بعيدا من التنظير والتحليل، التزاما طبعا ببيان الجيش، وهذا بيان منطقي وواضح ومحق، لنرى على ماذا مقبل الجيش اللبناني، وبالتالي هل سيصبح في القريب العاجل أو المدى المتوسط هذه الجرود والسلسلة الشرقية آمنة وبمنأى عن أي تسلل وأي عمل إرهابي وتصبح كلها تحت سلطة الجيش اللبناني. بدي رحب بالعميد الركن المتقاعد العميد فؤاد هيدموس، حضرتك اليوم ضيفنا، شكرا لوجودك معنا حضرة العميد. ونحن حكينا يعني نحن وياك قبل هيدي الحلقة بكتير أمور، فعلا يعني حضرتك رافض قبلنا أنه نفوت بأمور هيك تحليلية وتنظيرية كأنه نحن عم نملي على الجيش وما حدا يملي على الجيش اللبناني ماذا يفعل. ولكن انطلاقا من خبرتك على الأرض جنرال، نحن فعلا مقبلين على معركة ولا بد من استئصال هذا الورم بوقت اللي كان ممنوع أنه الجيش يتحرك، مع أنه بأي لحظة قادر يحسم كان من 2014 لليوم، ولكن كانت العقبة الأساسية هي القرار السياسي. أول شيء بشكرك على استضافتي. أهلا وسهلا فيك. تاني شيء طبعا المعركة قدمة لابد انه تصير. نعم. بالتحليل طبعا عملية التحليل للمعركة هي عملية معقدة بيعملها الضباط المتخصصين بهالموضوع هيدا. نعم. من هيك القيادة حذرت او طلبت من المحللين، لأنه هي عملية تحليل معقدة ضمن جهازية الجيش، إن كان على توقيتها أو إن كان على مسار المناورة أو المعركة اللي بدها تصير. نعم. لهالسبب اللي بده يحلل لازم يكون عنده معطيات كتير كبيرة وتضر كمان بالمعركة وسير المعركة. أي أحياناً تضر هيدي التحليلات. نعم. تضر بسير المعركة. نعم. أو يمكن تؤثر برأيك على الرأي العام أو على مسار الأمور، أو بيصير مثل نوع عذراً بين مزدوجين تزاكي. يعني اليوم صارت معركة من فترة استهدف فيها النصرة. نعم. هلأ العالم كلها من بعد هالمعركة هي صارت تتحلل، وهون الخطورة بالتحليل، لأنه نحن عندنا معركتين، معركة النصرة صارت بجرود عرسال، والمعركة الجيش اللي بتختلف طبعا من عدة نواحي. نعم. إن كان من ناحية العدو اللي هو الداعش
والنصرة بيختلفوا عن بعضهم، وإن كان بطبيعة الأرض اللي راح تصير فيها المعركة. لهالسبب الإيادة حريصة أنه ما يصير في تحليل كمان لما تضر بمسار المعركة. يعني يلي عنده خبرة يعني يحتفظ بهيدي الخبرة لنفسه من من الذين كانوا في السلك، هيك رأي حضرتك؟ مزبوط. طب اليوم حضرتك أنه عم تعتبر هيدي أنه كان في معركتين، المعركة في جرود راس بعلبك والقاع أصعب لأنك تواجه عدو لا مثيل له من ضمن الجرم والوحشية اللي بيتعاطى فيها، هيك قصدك؟ يعني صحيح. احنا كمدنيين وقت نحكي عن داعش وبالطريقة اللي تعامل فيها كان مع عسكريين أو طريقة تنفيذه أحكام إعدام ووسيلة تعاطي مع الأمور، هيدا اللي عم تعنيه حضرتك؟ أنا عم بعني من عدة نواحي. أول ناحية هي العقيدة الوحشية تبع داعش غير النصرة، مع أنه هن ذاتهم بتشاركوا بموضوع الإرهاب اثنينهم سوا، إنما بالتفاوض يمكن كان في مجال أكثر مع النصرة يصير في تفاوض، بينما مع داعش يمكن الأمور أصعب. نعم. ثالث شغلة طبيعة الأرض، طبيعة الأرض بين منطقة عرسال ومنطقة جرود راس بعلبك وصولا للحدود السورية والقاع تختلف كليا عن هذيك المنطقة. لهالسبب في عدة أمور بتجعل من المعركة أصعب. رح نفصلها هيدي الأمور، بس بما أنه حضرتك ذكرت راس بعلبك والقاع عم نشوف هلأ وصول رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى راس بعلبك. اليوم التيار يعقد اجتماع استثنائي للمجلس السياسي بصالون كنيسة مارليان براس بعلبك دعما للجيش. إذا وصل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى راس بعلبك في استقبال له، تنشوف هذا الاجتماع اللي بده يصير بصالون الكنيسة المكتب السياسي مع فعاليات راس بعلبك سيعقد هذا الاجتماع، وشو رح يقول بختام الاجتماع دعما للجيش؟ عميد قبل ما نفوت بعد الأمور اللي عم تحكي عنها، شو تعليقك وقتها بتصير مثلا الجهات السياسية كلها تتحرك هلأ؟ أنا السؤال عم بسأله بدون ما أكون عم بحروج حدا، عم بيستلحقوا حالهم كسياسيين؟ أنا بخدها من نظرة تانية بصراحة. بخدها أنه كل إنسان اليوم أو كل حزب أو كل مواطن بيدعم الجيش، الجيش بحاجة لهالدعم المعنوي، وخاصة قبل معركة ممكن تصير بالأيام المقبلة. هلأ الأهداف تبع كل حزب أو كل تيار أو كل نتركه له، هو عم يقدر الشغل. بس نحنا الدعم للجيش وخاصة وسائل الإعلام من فترة منا قصيرة، يعني هذا كمان دعم للجيش، يعني مش بس الأحزاب والتيارات، كمان المواطنين ووسائل الإعلام لدعم معنوي. ونحن منعرف الجيش الحاضنة الشعبية لإله، منعرف أنه هي المؤسسة الوحيدة التي تجمع كل اللبنانيين على رغم كل اختلافاتهم بالسياسة. صحيح. وكل اختلافاتهم الحزبية والطائفية والمذهبية وهيك، ولكن هو يجمع. ليش اليوم هالصحوة انه عدعم الجيش؟ هل كان في مخاوف عليه من بعد معركة جرود العرسال اللي خاض حزب الله، مع انه تاريخ الجيش معروف باللحم الحي، قتل بعدة معارك من التسعينيات لليوم ضد الارهاب؟ هل خوفا مما حققه الحزب؟ خلينا نكون واضحين. لا ابدا، الامور مفصولة عن بعضها. وقت اللي فات الجيش بمعركة نهر البارد أو شرق صيدا أو أي مهمة عملها، الحقيقة شفنا قبل فترة يعني كان في تظهير لمحبة الجيش أو دعم الجيش، يمكن على طول هالدعم هيدا موجود، إنما بيتظهر بمفاصل معينة، بيكون الجيش فايت بمهمات معينة. لهالسبب لا، دعم الجيش هو مضاعف للقدرة الإيطالية، نحن بنحسبها يعني المعنويات يعني تساعد اللي هي بتضاعف. يعني الجيش أول شيء اليوم رايح على مهمة في إلى هدفين أساسيات. شو هني؟ أول هدف هو تحرير الأرض. نعم.
تاني هدف اللي هو كمان تحرير الأسرة اللي جيش صار له من 3 سنين ناطر هالفرصة ليحققها. الجيش اليوم من أهم أهداف له هي تحرير الأرض وتحرير الأسرة، أو على القليل الكشف عن مصير جنوده اللي صار لهم 3 سنين مع داعش. لهالسبب أي دعم بيصير هو مضاعف لهالقوة هذه، مضاعف ويؤكد على أنه يبقى الجيش المؤسسة الشرعية الوحيدة الأم التي تحتضن كل اللبنانيين، واللي هي بمنأى عن كل الحسابات السياسية. يعني ما حدا يزج بالجيش بالسياسة، يعني في محل السلطة السياسية بتاخد قرار واضح، وهيدا الحقيقة بيريح الجيش كمان، مش بس الدعم الشعبي، كمان السلطة السياسية إذا كانت بعيدة عن تجذبات على موضوع الجيش كمان، لأنه هي تعمل قرار واضح، وعلى الجيش أنه طبعا بالتشاور مع القيادة العسكرية، والجيش ساعتها بينفذ المهمة العسكرية بدون ضوابط أو بدون تأييدات. يعني إذا فينا نحن نقارن مثلا بين ما تكبدوا الجيش واللي صار معه بسبب يعني لا قرار بدعمه أو بإطلاق يده بعرسال بال2014 واليوم، تختلف الصورة. اليوم رئيس الحكومة يدعم الجيش ويدعم ما يقوم به الجيش، رئيس الجمهورية يدعم الجيش وما يقوم به الجيش، صح عميد؟ 100%. يعني أول شيء عندنا رئيس الجمهورية هو كان قائد للجيش، هي واحدة. اثنين عندنا رئيس حكومة اليوم بكامل الوضوح عبر عن دعمه للجيش، وكل القوى السياسية اليوم داعمة الجيش. وما ما يعني ما ننسى أنه هاي المعركة الحقيقة هي واقعة بجرود بأراضي لبنانية، إنما هي كمان معركة جزء من معركة دولية يعني؟ كونية. كيف يعني؟ يعني اليوم داعش موجود ب القاع وهالمنطقة، هاي جرود راس بعلبك، إنما هو جزء من داعش الموجود كمان ما له دعم بأراضي سوريا. هلا موجود في قسم منه بأراضي اللبنانية وفي قسم منه بأراضي السورية. هون وصلنا على المنطقة، على النقطة إذا بدك يلي هي خلافية أو تجاذب بين الأصوات يلي قاعدة بمكاتبها وبصالوناتها وعم تحضر على التلفزيون وعم بتنظر على هيدا العسكري اللي حاطت دمه على كف إيده بين بالجرود. في عندك من ميلة الأراضي اللبنانية بالجرود الجيش اللبناني، بالمقابل لأنه موقع الجغرافي اللي موجودين فيه داعش يمتد إلى الداخل السوري، في جيش سوري يطوق هؤلاء من الميلة السورية. هون تلتقي مصلحة الجيشين. عم نقرأ كتير من اليوم ومن مبارح ينسق ولا ينسق ومدري شو. طب الجيش اللبناني شو بيعمل إذا العدو مشترك؟ الجيوش عادة الدول، طب نقول لبناني سوري لأنه في حساسية سياسية عند البعض، الجيوش عادة شو بتعمل وقت يكون عندها عدو مشترك على حدودها المشتركة؟ شو بتعمل؟ أول شيء داعش منه معترف بالحدود بين سوريا ولبنان، ايه مثل ما عمل بين العراق وسوريا. وبالتالي بالنسبة لنا هي نحن فاصلين انه بخط على الخريطة، اما داعش هو متمركز على كل هالبقعة اللي بتمتد من راس العلبك للداخل السوري. نعم. هلا من ناحية التنسيق، انا بحب اني افصل بين التنسيق، لانه التنسيق اليوم عم يصير بين الأمريكان، بين الجيش الأمريكاني والجيش الروسي حتى بجنوب سوريا. هو القطبين الدوليين، القطبين الكبار اللي هم متعدين واللي متعدين مع بعض أو مختلفين على بعض الملفات. صحيح. مش متعدين. إنما ظروف المعركة تطلب تنسيق. كل حدا، كل جيش عم بيقاتل وفي على حدوده جيش تاني أو أي طبيعي الجيوش تحمي حدودها، طبعا بده يصير في تنسيق. إنما التنسيق ما له دخل، هون الخلاف، ما له دخل بمسار المعركة. كيف يعني؟ يعني الجيش رح يقوم بمناورة بمعركة لحاله بدون أي تدخل من أي قوى. هي على أرضه، لأنه على سيادته. إنما على الحدود
في حدود نحن بيننا وبين سوريا متواجد الجيش السوري، معناتها نحن إذا في مدفعية عم تضرب، طيران عم يضرب، فات في بده يجي داعش من سوريا على لبنان ليدعمه، بده يعني يصير في تسلل لمسلحين داعش مثلا، مين بده يمنعه لما يفوتوا؟ الجيش السوري. الجيش السوري معناتها، او اذا كان لبنان على الحدود مع الاردن او مثلا مع، يعني تنفسرها هيك، مين ما كان يكون نعم. في هالحدود هيدي بدها يصير في تنسيق على اساس الحدود، انه من هون نحن رح نرمي لهون، والجيش السوري بيكون حافظ هالحدود هيدي لما يمنع داعش يجي من هون، بالرغم من انه الجيش انا اكيد اخذ تدابير كتير قوية ليفصل معركة سوريا عن لبنان، يعني الحدود السورية اللبنانية مراقبة من الجيش اللبناني، عنده هيدي القدرة؟ صار نعم. اليوم عنده هاي القدرة، عنده قدرة استطلاعية قوية، عنده طيران استطلاعي الجيش اللبناني 24 على 24، قادر بالقوة النارية دعم الناري قادر يعمل فصل بين الحدود السورية واللبنانية، إنما بمجرد ما يرمي على الحدود السورية اللبنانية بده يصير في تنسيق مع المتواجدين على يعني الحدود، تيكون في تنسيق تما يكون في كأنه عم يستهدف الأراضي السورية هيك قصدك؟ لا، حتى ما يصير في خسائر عند الجانب عند الطرف الآخر. أوكي. طبعا أوكي. طبعا يعني ما. التنسيق يفرض نفسه بعيدا من أي مزايدات، هيدا ما إله دخل، ما بدنا نفصل، ما إله دخل بالسياسة، ما إله علاقة بالميدان. أنا برأيي الشخصي التنسيق كمان لازم يكون على المستوى السياسي، نحن عم نحكي على كيف مستوى، لأنه في أمور كتيرة ما بنرجع نحكي، هاي المعركة مشارك فيها دول كبرى ودول إقليمية، ونحن بالأخص على حدودنا على بيئرنا، لأنه نحن جزء من هيدي الساحات اللي عليها داعش. طبعا هاي معركة، هلأ بنسأل ليش صارت اليوم، ليه ما صارت قبل هلأ؟ لأنه هون هيدا التداخل الدولي والإقليمي بيفرض كمان توقيت المعركة. هلأ كمان يعني في كلام للوزير باسيل من راس بعلبك، عم بيقول أنه يلي عم بيصير بالمنطقة استثنائي في محاربة الإرهاب، وقائد الجيش هو الذي يحدد ويعلن توقيت المعركة مع داعش. صحيح، هيدا نتيجة معلش. يعني تركوا الجيش وشيلوا ايدكم عن الجيش، والجيش بيعرف شو عم بيعمل. صحيح، يعني نحن اذا بدنا ناخذ بالمسار التخطيط لمعركه، اول شيء عندنا سلطه سياسيه بتاخذ قرار سياسي بهالمعركه، مثل كل دول العالم، مثل كل دول العالم هيدا نعم. سيستم بيمشي على كل دول العالم نعم. من بعدها بيجي التخطيط العسكري، ساعة المعركة امتى بتبلش، قدي مدتها، كيف المناورة بدها تصير، من أي ميلة، شو القوى اللي بدها تفوت عليها نعم. هيدي كلها بترجع لقيادة الجيش اللي هن فعلا بيقرروا. وطبعا نحن عم نشهد هلأ هالأيام تحركات للجيش. مبارح لفت يعني التطورات الميدانية للجيش الأخيرة انه لو هو بالنيران مسيطر، وعم نشوف فيديوز يعني عم بيوزعها الجيش، في نقله نوعيه كمان بالتعاطي مع الاعلام، مثل كانه عم بيقول له للراي العام انه عم بيطمنه، عم بيفرجيه شو عم بيعمل. امبارح التمركز عد التلال والتقدم، هذا يخدم المعركه، يسهل المعركه، او يحد من الخسائر، يعني تنفهم السيناريوهات. خلينا نبلش بتطمين الناس نعم. لأنه فعلا الحديث عن أنه الجيش قادر أو ما أنه قادر، أنا بمعرفتي بالجيش، بخبرتي بالجيش، الجيش قادر يعمل هالمعركة، وبجزء من قواه مش بكامل القوة، ومن هيك العالم بدأ تشوف أنه انه منه بحاجه لكل قواه هيك ابدا أصدق. يعني أوكي. كل المهمات ان كان بجنوب او بعكار او بالمناطق الثانيه ما راح تتاثر بهالمعركه نعم. اللي تحددت القوى اللي بدها تشارك فيها، تحددت القوى نعم. طبعا التحركات اللي عم يصير هلا هي تحركات ما لها دخله بتوقيت المعركه،
إنما هي لخنق داعش وكمان خلخلت جهازيته. يعني هالإحاطة طبعا بده يصير في إحاطة، ما عم نحكي عن المناور بشكل عام يعني، بس طبعا بده يصير في تقدم على مراكز مشرفة لأضعافه وخلخلته. حتى الطيران اللي عم يضرب اليوم مثلا أو المدفعية اللي عم تضرب كمان هيدا تحضير للمعركة. بس في إصابات مباشرة كمان بمواقعهم، هل هذا يعود لأنه صار فعلا بالطيران والرصد الجوي صارت المهمات أسهل؟ يعني إذا بدنا نقارن بين معركة نهر البارد واليوم، فرق شاسع. نهر البارد أصعب من الفرق وكمان ما كان عنده العتاد اللازم، الجيش والتجهيزات اللازمة، وبرضه رغم يعني كل الشهداء خرج بمكان، خرج الجيش منتصر. صحيح، واليوم بإذن الله جيش بيمتلك أسلحة كمان دقيقة ذكية، يعني قادرين يسيبوا الأهداف بدقة. معناتها المعركة كان بالاستطلاع والاستعلام سهل عليهم، قادرين يغطوا المعركة، وإن كان بالقوة النارية اللي بتستهدف حتى بأدق التفاصيل. لفتني كلام حضرتك أنه في كتار بيحكوا وبيحللوا وحقهم يمكن، ويمكن عن خبرة ويمكن عن نية طيبة، مش أنه كرمال تيفشلوا الجيش. بس حضرتك ذكرت شغلة أساسية قليل اللي عم بيذكروها أو يتذكروها، أنه الجيش بده ينهي وجود هالإرهاب على أراضي اللبنانية، بده يبسط سيطرته على حدوده، هيدا حقه، وبده يكشف مصير العسكريين. ما كنا عم نسمع كتير هيدا أولوية القيادة، هيدي الأولوية والمطلقة، مش بس الأولوية المطلقة، واللي ما ممكن المعركة تهدى قبل ما نعرف مصير العسكريين، وإن شاء الله يكونوا بعدهم أسرى أحياء ويرجعوا لأهلهم. بالعكس، هيدي الجيش اليوم ناطرها من 3 سنين ليحقق هالهدف المهم لإله. ممكن هيدا، يمكن لأنك حضرتك رجل ميدان، وقت يكون عادة في أسرى عند أي جيش في العالم، معروف مصيرهم مش معروف مصيرهم شو ما كان يكون، هل هيدا يسير بالتوازي التفاوض، إذا في باب للتفاوض مع المعركة بالتوازي أو لا؟ يعني كيف بتكون المعركة الحديثة اليوم بكل دول العالم، حتى باللي بيعملوا معارك كبيرة؟ يعني منا يعني عذرا بدي أقطعك، بس أكيد لأنه أهالي العسكريين، لأن إحنا كأعلاميين أصدقاء معهم وحاملين قضيتهم، أكيد منحب نفهمهم شو عم بيصير تيطمنوا، لأنه هن متروكين. صحيح صحيح، تفضل. كل معركة اليوم ما عادت متروكة كمان لأنه والله ماشي المعركة العسكرية بدون جانب تفاوضي على هالموضوع هذا. أنا برأيي لنكون واضحين، طبعا تفاوض مع داعش القيادي، وأنا بسمح لنفسي أحكي بهالموضوع هذا، طبعا ما بتفاوض داعش على المعركة، إنما في مصير العسكريين بدأت تكشف خلال هالمعركة. نحن كمان عنا واجب أنه نعرف يا منحررون يا مصير العسكريين، القيادة حاطته هدف أساسي، والحقيقة إن شاء الله أنه يكونوا بعدهم أحياء، والقيادة ما بتفاوض إلا على تحريرهم أو كشف المعلومات. يعني مثل ما بتعمل كل الجيوش مع ألد القعدة، أكيد وقتها يكون في مصير أحياء أو شهداء. صحيح، وهذا أقل شيء بيعمله الجيش تجاه جنوده وتجاه عائلاتهم. يعني إذا كان شهيد بيعملوا معركة ليجيبوه، بقى كيف إذا كانوا أسرى؟ أنا بعتقد إن شاء الله الأيام الجاية بتحمل أخبار تبشر أهالي جنود وتكون خاتمة لهالمرحلة. بحكي حضرتك عن معطيات أو كنظرتك وخبرتك؟ يعني كنظرتي أنا كنظرتي أنا بعتقد هالمرحلة هاي بدها تكون حاسمة بهالملف هيدا. طيب، حاسمة بهيدا الملف اللي له علاقة بالعسكريين، حاسمة في محاربة الإرهاب؟ يعني إذا صارت المعركة بالتوقيت الذي يراه قائد الجيش، و
القيادة كيف بتشوف مسار هذه المعركة؟ حاسمة لإنهاء وجود الإرهاب على السلسلة الشرقية؟ 100%. ما عم بحكي عن الداخل اللبناني هون، عن داخل لبنان لا، عم بحكي عن السلسلة، عن الحدود، لأنه الداخل في عنا خلايا نائمة الله يستر. عم بحكي عن الحدود، عن الحدود، عن إيه؟ تطهير الحدود، إنهاء يعني وجود الإرهاب. يعني بتبلش المعركة ساعة سين يومية، نحكي عسكرية يعني هلا أوكي نتعلم منك اللغة العسكرية، وبتنتهي بساعة كذا يوم كذا، بتكون أكيد ما رح توقف المعركة قبل إنهاء الإرهاب الموجود بالسلسلة الشرقية وضمن الحدود اللبنانية اللي مكفل فيها جيش لبنان. طيب، ضمن الحدود اللبنانية مكفل فيها جيش اللبناني، ولكن جزء آخر من الحدود قال حزب الله إنه مستعد لتسليمها للجيش من بعد معركة جرود عرسال، مثل ما عمل بالحدود وصولا للطفيل وقت سلم المراكز للجيش. اليوم الجيش عنده القدرة لتسلم زمام الأمور والحدود على طول هيدي الحدود، السلسلة الشرقية الشاسعة والواسعة وفيها تضاريس وصعبة وسهولة وديان ومرتفعات؟ طبعاً. عنده القدرة؟ طبعا. هلا نحن أصلا هلا بدو يعملها بهاي المعركة، في مرحلة منها لازم تكون انتهت، اللي هي تثبيت داعش بهالمنطقة اللي هو فيها، حصرهم تطويقهم اللي هي نحكي بلغة تفهم العالم، لأنه تثبيتهم كأنه إبقاؤهم، يعني لا حصرهم، تثبيتهم عسكريا يعني ما يقدروا لا يتمددوا، محاصرتهم 100% قادر الجيش بسهولة، وهي مرحلة من المراحل اللي ممكن نشوفها بالأيام الجاية. بس بالقدرات والعديد قادر طبعاً ينتشر على طول الحدود ما بعد مرحلة داعش. عم بحكي بالعكس، قبل كان دايما قبل كان من أيام الوصاية السورية إنه الجيش منه قادر، الجيش ما بيقدر ينتشر على الحدود، الجيش ما بيقدر، يعني عديده قليل وقدراته قليلة. اليوم تختلف الظروف. أول شيء بمجرد ما إنه الجيش ينهي هالمعركة صار على الحدود بين سوريا ولبنان، وبالتالي بالعكس أنا اللي بلاقي إنه أسهل على الجيش من ضبط هالأمور هيدي من هلأ، لأنه بيصير بنا بدل ما نكون نحن عاملين كلوار كبير هيك رح نكون على الحدود مباشرة، وبالتالي هالحدود هيدي قصيرة. هلا نحن إذا تكون حضرتك على المرتفعات قصدك، مش بالتعرجات. طبعا رح نكون نحن على الحدود، وبالتالي المهمة أسهل وما بدها قوة أكتر. هلا شو ما كان السبب، الجيش قادر إنه بقوة ذاتية يعمل أي معركة وينتشر على الحدود أو يأمن هالمنطقة اللي كان فيها داعش أو غيره. على كل حال نحن رح نتابع طبعا بتفاصيل أكتر، نشوف إنه كمان يعني هيدي التحديات ماذا تقتضي من الداخل اللبناني، ماذا تقتضي بدءا من أهالي القاع وراس بعلبك، وصولا للسياسيين اللي عم بيطلعوا على المنطقة دعما للجيش، لأنه كمان الجيش اللي عم بيتلقى دعم من الولايات المتحدة الأمريكية عم ترمى السهام عليه جراء هيدا الدعم، إنه طب شو ممنوع يعني يتسلح الجيش، ممنوع يتطور الجيش من بعد ما كان هيك في تطويق له بزمن الوصاية السورية. خلينا ناخد أول بريك بحلقتنا حضرة العميد، ومنتابع بعد البريك بتفاصيل أكثر عن المعركة المقبلة في جرود راس بعلبك والقاع. منتابع حلقتنا بالمحور الثاني مع العميد الركن المتقاعد فؤاد هيدموس. يعني دايما منحس من خلال أي حلقة أو أي موضوع منطرحه عن الجيش قداش في الناس هيك بتحب التابع وبتصير تسأل، وقدام منا لحالة بتتبرع أنه تعمل حملات مؤيدة للجيش. حتى وقت صار في انتقاد جنرال لقصة التوقيفات والمداهمات بعرسال، بعض الجهات يعني صارت بدأ تطلق سهام على الجيش، الشعب منه لحاله تحرك. هاي مفارقة بلبنان بتميز الجيش عن كتير من الجيوش، ليه؟ يعني
بشكل عام الجيوش بحاجة إلى دعم شعبي حتى بالدول اللي بس بلبنان خاصة بالشرق الأوسط بالمنطقة العربية صحيح. تحديدا لأنه قد ما الجيش تعرض وقد ما دفع أثمان من وراء تجاذبات سياسية الشعب عم يلاقي أنه الملاذ الوحيد لإله والنور اللي بيوصله لآخر الطريق هو الجيش من هيك منلاقي في وحدة بين الجيش والشعب والناس يعني لأنه عم يحسوا أنه ما في غيره الخلاص بقى نحن بنشكر طبعا الجيش قوته من ناسه ومن محبينه واللي بده يتعرض له طبعا بده يطلع يعني منا بحاجة مديرية التوجيه لبيانات أبدا لأنه الجيش أثبت وطنيته ما عم ياخدها من سياسيين أو من حدا تاني بكل محل معركة فات فيها أو بتصرفاته كان على طول هو منزه عن الأحزاب والطائفية ولا شو اسمه يعني ست ندى بتتخيلي نحن جيشنا بالرغم من منشوفه انقسامات بالبلد بتلاقي العسكري من عكار ومن جنوب ومن الشمال من كل الطوائف بينفذ مهمة تنحكي الأشياء بأسماء من كل الطوائف يا ريت أنا بقول وهي دعوة لكل العالم يتمثلوا بالجيش طب على كل حال خلينا نكمل بهذا المسار ونشوف كمان الصور التالية يلي بتفرج جولة التيار الوطني الحر براس بعلبك في لقاء يبدو أول ما وصل رئيس التيار الوطني الحر إلى راس بعلبك قبل ما يوصل إلى راس بعلبك التقى بعتقد هيدا يعني قيادة اللواء التاسع يلي هي باللبوة عم نشوف القيادة عسكرية والمخابراتية كلهم موجودين باستقبال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل طبعا هو الذي يزور الجيش مع النواب وأعضاء المجلس السياسي في التيار لازم الكل يزور الجيش ويقفوا عند خاطره نحن في تحزب أنا للجيش عند خاطره يعني هو عم بيجول بمركز القيادة قيادة اللواء التاسع بدي أذكر أنه بقيادة اللواء التاسع كنا كمان من أسبوع لورا عم بتتم عملية التسليم والتسلم بين حزب الله وجبهة النصرة لأنه أصلا الجيش هو الراعي لكل ما يجري ولكل ما يطمئن اللبنانيين هيدا هو لقطات من اللقاء في مركز القيادة قيادة اللواء التاسع بحضور كل الضباط والعمدة المعنيين بالأمن في تلك المنطقة والذين يواكبون ما يجري على الجبهة طبعا قيادة اللواء التاسع فوج المجوئل فوج الحدود البرية ما بعرف إذا نسيت حدا والمخابرات بشكل محدد اللي عم تعمل عمليات نوعية استباقية ضد خلايا متغلغلة بقلب قرى وبلدات اللبنانية هذا موضوع رح نحكي فيه هيدي هي الصور ومن بعدها بلش اللقاء في راس بعلبك وبدأ الاجتماع للمجلس السياسي ما بعرف إذا رح يكون في إمكانية أنه نتواصل مع أحد أركان المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر اليوم وقت تشوف هيدي الصورة حضرة العميد ماذا تضيف؟ أول شيء أنا يعني اللواء التاسع عزيز عقلبي أنا كنت قائد اللواء التاسع هذه بينبسط واحد أنه يشوف كمان اللواء التاسع طبعا بكل الجيش إنما اللواء التاسع بالأخص يكون كمان له شرف أنه يفوت بمعركة تحرير نعم. هالمنطقة هذه نحن بما أنه كنت حضرتك قائد اللواء التاسع اليوم الأعباء كتير الملقاة على عاتقه في هيدي المنطقة طبعا في هو في فوج المجوئل في أفواج أخرى ولكن هو لأنه اللي موجود بمنطقة فيك تعتبر فاصلة وكان عنده يعني مهمات صعبة بوقت اللي كان فيه ما يشبه خطوط التماس بين اللبنانيين بسبب ما كان يجري في عرسال لا أنا برأيي أول شيء نحن ما بناخد اللواء التاسع بهاي المعركة كلواء تاسع بناخده كمنظومة موجودة جهازية إيطالية هو من ضمنها لهالسبب لا المهمات اللي ممكن
تلقى على عاتقه بهالمرحلة هاي، أنا برأيي جدير أنه يعملها إن كان من ناحية القيادة أو الوحدات المقاتلة فيه، المدرعات كلهم سوا قادرين يقوموا بالمهمة وبسهولة. هذه شهادة واحد مختبرهم وبيعرفهم. مختبرهم بأي معارك حضرتك؟ نحن بالمعارك ضد الإرهاب تحديدا. اللواء التاسع شارك، لا اللواء التاسع ما شارك بهول ثلاث معارك الكبار. نعم. بشو اسمه. نعم. حقيقة أنا كنت كمان قائد فوج التدخل، شارك جزء منه مش كله بمعركة نهر البارد. وقديش كانت صعبة هيدا المعركة؟ أصعب بكتير إذا بدنا نقارنها وبالظروف اللي كانت وقتها وبطبيعة المخيم اللي عمره كان سنين عاملين وأماكن مبنية اللي هي جيش بيستهبة وين ما كان يعني. الحمد لله قدر انتصر المعركة براس بعلبك، جرود راس بعلبك والقاع أسهل بكتير. نعم. في كتير نحكى بالمقارنة بين معركة جرود عرسال وراس بعلبك والقاع لاعتبارات عديدة أو ثلاث اعتبارات أهمها أنه بجرود راس بعلبك والقاع ما في مدنيين، لأنه الإرهابيين بجرود عرسال يعني أخذوا المدنيين دروع. صحيح. بشرية طبعا المدنيين يلي منهم من بيئتهم، فهيدي تسهل المهمة وبيكون الجيش يعني ضميره مرتاح لأنه يعني شفنا بعبرة قدم شهداء ولم يسقط أي مدني. صحيح. وهيدي هون أنا اللي بقوله أنه الجيش اللبناني بيتأيد بمعاهدة جنيف وبحقوق الإنسان والأسرة وكل هالمنظومة. طبعا بجرود عرسال اليوم كانت معركة إلى حسناتها إلى سيئاتها إلى نقاط ضعفها ونقاط قوتها، وكمان بجرود راس بعلبك إلى خصوصيتها إلى نقاط ضعفها ونقاط وين نقاط ضعفها؟ نقاط ضعفها أنه هني صاروا أكثر من كذا سنة قاعدين هون يعني بيعرفوا الأرض متمركزين ومحصنين حالهم. منطقة مكشوفة هني عم يدافعوا والجيش عم يهاجم، يعني المخاطر على الجيش أكثر منهم هني كمهاجم. نعم. هلأ نحن طبعا يعني مثل ما صار بتلة الحمراء وقتها كان عم يهجم الجيش عتلة الحمراء براس بعلبك وسقط له شهداء لأنه هو اللي عم بيهاجم 100%. بس إنما ومن هم نرجع منقول اللي عم يحللوا والشو اسمه، ما تزركوا الجيش لا بتوقيت ولا بمهلة محددة، ولا تقارنوا معركة عرسال بمعركة شو اسمه، لأنه حرام. ليش بالنسبة إلك طالما فتت على هالبيت ليه ما فيك تقارن هيدي بهاي؟ خليها تكون واضحة للمرة الأخيرة. أول شيء الجيش بصراحة بنحكيها عنده طبعا المعركة رح تصير، إنما في عنا نحن الخسائر البشرية لازم تكون المينيموم لهالمعركة. الجيش بده يأخذ بطل في يدفع دم الجيش في مستعد يدفع دم، بس ليه بدنا ندفع دم؟ بس انه بده قلل الخسائر. اذا انا اليوم مثلا بعملها بجمعه او بجمعتين والخسائر بتكون اقل، ليه بدي استعجل عليها؟ اوكي هيدا اللي عم اقوله انا. هلا هالضغط هيدا والتحاليل ومشكوره قياده الجيش فعلا انه تنبه انه يا اخي ما حدا يزرك الجيش، ما حدا يزرك الجيش لانه الدم غالي ابدا، ومنا مضطرين اذا فينا نحن نتجنب هالشيء ليه بدنا نعمله؟ اوكي هيدي من الأمور أنا برأيي اللي الجيش عم يعمل كل التدابير ليخفف من الخسائر. من الخسائر. هيدي نقطة. نعم. غيرة من نقاط الضعف أو الفرق بينه وبين معركة جرود عرسال. قلت لك الجغرافيا تؤثر، مع أنه تضاريس هي ذاتها بس بتحس يمكن براس بعلبك كتير أعلى. 100% منبلش بألف وألف ألف ومية متر منوصل للألف وسبعمية بهالمنطقة. بجرود عرسال مطرح ما رحنا كإعلاميين بالجولات في محلات على 2000 متر. ايه بس بدك تشوفي قد ايه المسافة. نحن المعركة صايرة هلا تقريبا بمستطيل او مربع تقريبا 11-12 كيلومتر. يعني مستطيل او يعني مثل كولوار كولوار مكشوف من ميلي عنا القاع
مكشوف هالكلوار هلا في تضاريس تضاريس بس هي المعركه أوكي. بدها تصير بها من ميلي عندنا القاع من ميلي عندنا راس بعلبك ومن هون عندنا وادي عرسيل ووادي حميد وهيدي هالمنطقه أوكي. اللي ان شاء الله قريبا بنخلص من هودي اللي بعدهم لهلا حضرتك عم تقولي طب سرايا اهل الشام مجرد ما يفلوا الجيش رح يتمركز بهالنقطه يعني اما الجنوب 100% ومفروض تنعمل شفنا امبارح كيف تقدم وتمركز عدة تيلات وبتصور بالايام اللي جايه كمان في تحركات وهيدي من الامور اللي بتخفف من الخسائر بتحد من الخسائر لانه التموضع الجيد والمناوره الاستباقيه لهالامور هيدي بتحصرهم معنوياتهم طبعا بالاضافه للضربات اللي عم تصير كل يوم يعني قد ايه عندهم هن خسائر هلا وصار عندهم عوائق اذا عندهم جرحى اكيد يعني نحن عندهم... انا عم جرب فكر نحن كاعلاميين وقت ننزل على الارض ونشوف شو الواقع الميداني خاصه وقت منواكب على الارض العمليات العسكريه اذا في هاي الضربات يعني عندهم خسائر يعني عندهم قتلى عندهم جرحى وامكانيات عم تضعف او لا بالعكس كل كل جريح عندهم عبء قتيل لانه ما عندهم امكانيه هلا هونيك لا مستشفيات لأي موضوع هل قد تطوقوا داعش؟ نعم تطوقوا وأنا بقول لك التطويق كمان بحد ذاته سيئة للوحدات المقاتلة ليه؟ لأنه إذا عم تحصري واحد شو قدامهم هودي المجموعة قاتل للآخر بدو قاتل بشراسة طب كمان التطويق والأعباء اللي صارت عنده والجرحى والقتلى والاستنزاف ما بيخليه يكون الحلقة الأضعف ويفاوض على خروجه 100% إن هذا احتمال وارد 100% إنما الحد الأدنى هو الأسرى ومعرفة مصيرهم من هيدا السقف هيدا أنا أكيد بتبنى أو بحكي باسم القيادة واسم قائد الجيش الجديد إنه ما رح يقبل إلا بهالموضوع لأنك بتعرفه لقائد الجيش لأنه بعرفه منيح وكان باللواء التاسع كمان أوكي. اللي بيحبه هو وبعرف شخصيته وبعرف محبته للعسكري وإخلاصه للجيش نحن أي شهيد اليوم أي جريح ما منكفيه إلا برجوع العسكريين المفقودين أو الأسرى أو معرفة مصيرهم تحديد مصيرهم أبدا أوكي طب نحن رح نكمل مع حضرتك بس كمان بدك انتقل ارجع مرة جديدة لراس بعلبك لهيدي الصور كمان لقاء التيار الوطني الحر ورئيس التيار ونواب ووزراء وقيادات بالمجلس السياسي بالتيار الوطني الحر هيدي من بعد وصول إلى راس بعلبك والاستقبال الشعبي من المواطنين لألون براس بعلبك قبل ما يفوتوا على الاجتماع يعني هيدي اللقطات براس بعلبك مواطنين يعني مواطنين الأطراف جنرال دايما يمكن كمان أنا بنت أطراف بس جنوبا بس وقت تطلع على راس بعلبك والآن نحن كمان كإعلاميين يعني قاعدين معهم للعالم بالأيام الصعبة من التفجيرات الانتحارية يا تكون للدولة وبالنسبة لهم يمكن الملاذ الجيش بس هلأ من بعد ما صار في تعزيز لوجوده قبل شفنا كيف كان القرار السياسي يمنع بس هؤلاء يتقون للدولة بحاجة للطمأنينة تشوف يعني في ضباط وعسكر متقاعد عم بيتبرع يحرس هل بدي قلك هيدي بتذكر من أيام أبائنا أيام الحرب ضد الفلسطينيين صحيح. غريب ليش؟ صحيح لقلك شغلي أول شيء الأطراف هني خزان الجيش إذا منبلش من راس بعلبك اللي أنا بعرفها وبعرف أهلها للقاع لعرسيل صح اللي نحكى كتير إنما أهل عرسيل جنود أوفياء للجيش لا لقبيات لجنوب لوين ما كان عكار هني خزان الجيش وهني اللي بحبوا الدولة إنما الدولة بدك تحبهم دك الدولة تحبهم الدولة الدولة تهتم فيهم ليه طب هالإهمال لأنه في إهمال لقلو كل ما تبعدي إهمال عمره عقود كل ما تبعدي عن بيروت الاهتمام بخف هون عم نشوف صور الاجتماع للمجلس السياسي بواحد يمكن من صالونات الكنيسة كنيسة مارليان براس بعلبك
رئيس التيار مع نائبيه مع أعضاء المجلس السياسي. خلينا نكمل نحن بحوارنا، ناخذ بريك هلأ ونرجع منتابع بالمحور الأخير مع العميد الركن المتقاعد فؤاد هيدموس، ومنتابع طبعا كل تفاصيل ما يجري براس بعلبك، فخليكم معنا بعد البريك. نتابع حلقتنا بالمحور الأخير اليوم، هيدي الحلقة اللي خصصناها للجيش والتحديات التي يواجهها. طب عميد، في سؤال بيفرض نفسه، أنه الجيش على كم جبهة وجبهة رح يقدر يلحق؟ إذا حسمت في الجرود، إذا صار انتهاء لوجود الإرهاب المسلح في تلك المنطقة، ولكن ماذا عن الداخل اللبناني؟ بدءا من عرسال، يعني بأول يومين معركة مخابرات الجيش عم تنفذ مهمة، وكان في دورية بقلب عرسال أطلق عليها النار من مخيمات داخل عرسال لأنه عم تلحق مطلوبين تابعين لتنظيمات الإرهابية. صحيح، هيدي معركة جرود راس بعلبك رح نسميها، هي جزء من المعركة الكبيرة اللي عم يشاركوا فيها كل الدول. إذا انتهت أنا برأيي بتخفف نسبة كبيرة من المخاطر على الداخل، إنما ما بتلغيها، لأنه داعش هو والنصرة والإرهاب وكل الفلول، يعني حرب عالمية عليهم، وهن بالوقت ذاته كمان بينطبق عليهم الحرب العالمية، لأنه الحرب العالمية هي بمعنى لا جغرافيا محدودة ولا الأطراف المشاركين محدودين، وداعش والنصرة وكلهم لا يعترفون بحدود، لا بحدود، وهن من جنسيات مختلفة من دول مختلفة. إذا معركة كونية بهالبقعة هون، نحن أكيد أنه هيدي بتساهم بنسبة كبيرة ب القضاء على الإرهاب، إنما ما بيلغي. في عنا معارك تاني، والجيش مثل ما هلأ مخصص وحدات لمعركة راس بعلبك، في وحدات تاني وفي أجهزة تاني مكفلة بالداخل اللبناني، وإن شاء الله أنه بوجود المخابرات وتكامل الأجهزة الأمنية عنا مش بس الجيش يكون كمان الوضع أأمن من اليوم. هو يعني هو حاجة أو ضرورة التكامل بين الأجهزة الأمنية كلها، لأنه قبل كانت تفوت ببعضها هيدي الأجهزة، أو كل جهاز يعني بس تقدر نفهم، نقدر نفهم أنه ساعة هيدا الجهاز بيلقط هالشبكة وبيكشف هيدي الشبكة، ساعة هيدا الجهاز، وبموضوع التحقيقات وموضوع التوقيفات، يعني كيف ممكن تكون الأمور مسهلة أمام كل هذا العمل المخابراتي لاستباق أي عمل إرهابية في الداخل؟ محاربة الإرهاب أو العمل المخابراتي ببلش بباب اللي هو تكامل الأجهزة، هذا الباب الأساسي. يعني في دول عاملة بنك للمعلومات، كل هالأجهزة هيدي بتحط بهالبنك، ومين ما بده بيسحب منه. لهالسبب نحن عنا شو المانع لهلا ممنوع يكون في تنافس بين الأجهزة، في تكامل، بس نحن في تنافس للأسف، لازم يكون في تكامل. هلا عم ينشغل على هالموضوع، وإن شاء الله الحكومة هيدي والعهد الجديد عاد فخامة الرئيس إنه بيصير ينشغل على هالموضوع تكامل للأجهزة الأمنية، يعني خطة عمل واحدة وتنسيق واحد بين كافة الأجهزة. يعني ما ضروري خطة عمل واحدة، في كل واحد بيجيب معلومات بيحطها واللي بده اياها بيستفيد منها. طب عمليا وعسكريا، حضرتك رجل ميدان، وقت المنبع ينضرب لهيدي التنظيمات، تضعف الخلايا الاخرى المنتشره في الاراضي اللبنانيه او لا؟ لانه هول متطرفين ومزروكين بدهم ينتقموا للرمق الاخير لو هيدا كلفهم حياتهم. صحيح. شو الفرق بين معركة بين جيش وجيش؟ هي انه كل جيش بيبني قوته على مركز تقل، سنتر دي جرافيتي. هالمركز التقل هيدا بمجرد ما يستهدف بيضعف. الحركات هيدي العقائدية اللي ما فيها جيش منظم، ما فيها تراتبية، ما فيها هرمية، مركز التقل تبعهم سنتر دي جرافيتي منه محدد بدقة،
ومن هون صعوبة انه نستهدفهم ون لا بس هن ما بيضعفوا بيهروا معنوياتهم يعني مثلا نصرة فلت طب الخلايا النائمة او بعض الشبكات اللي كانت الاجهزة الامنية تضبطها وتعمل عمليات استباقية عليها بمختلف المناطق بالبقاع بجنوب بشمال ببيروت هيدا اذا بعدها موجوده ما بتتضعضع 100% لانه ما عندها ظهر بقى ما عندها 100% مش معنى لا لانه هن ارهابيين متطرفين انتحاريين ما بياثر هالشيء عليهم لانه ارتباطهم ببعضهم كل واحد هو بكلف حاله بمهمه يعني عنده عائلته هو بياخذ المهمه وبينفذها هلا طبعا المعارك اللي عم تصير حرب اللي صارت بجود عرسال بدها تضعفهم لانه جانبهم كمان بالرغم من انه هن نصره وداعش هن نعم. منهم ب يعني حلفاء اذا بدنا نقول ايه صار في معارك شرسه بيناتهم ايه نعم بس بالمطلق بالارهاب هن حلفاء بالهدف الاخير اللي هو الارهاب حلفاء هلا ضربهم اكيد اثر وسهل المعركه وضربهم بسوريا كمان بيسهل يعني حتى ما نحكي كلام ما بعرف شو بده يصير بسوريا أنا بتقصد على الحدود اللبنانية نعم. السورية مش بالعمق السوري نعم. يعني في حال بلش الجيش من ميلة جرود راس بعلبك والقاع نعم. على داعش نعم. شو بده يكون عم يعمل الجيش السوري من هيديك المنطقة أنا بتمنى أنه يصير معركة متزامنة بس بدون ما نحكي انه والله لانه كثير خلينا نحكي عسكريا شو بده بالسياسه عسكريا يعني خلينا نحكي عسكريا ومنطقيا والميدان شو بيفرض بيفرض معركتين متزامنة ليه اول شيء ما بيعود في هالقوى هاي تقدر تتحرك وتساند بعضها تبادل مع بعضها ما بيكون عنده امتدادات يعني لا داعش. صار هيدا ملتهي بهال القوى اللي عم تهاجمه وهيدا ملتهي بهالقوى اللي عم تهاجمه معناتها اما اذا تركوا وكان في امكانيه انه يصير في دعم لبعضهم بصير معركه اصعب انا بحكيها عسكريا يعني عسكريا انت نفسرها للعالم انه اذا كانوا داعش هون في جيش لبناني هون جيش سوري اذا بدهم بالتزامن عم بيضربون بالتزامن القضاء عليهم اسهل بينما اذا الجيش عم بيضربون ومن ميل تاني عندهم امتداد للداخل يمكن بيقدروا يجيبوا دعم 100% بيقدروا يجيبوا دعمه حتى لو كان نحكي انه والله الجيش قادر يوقفهم ويثبتهم وهيك انما في خطوره يحاصرهم مش يثبتهم العالم ما رح يفهموا اللغه العسكريه هيدي طب اذا اليوم صار هيك هالمعركه المتزامنه يعني بدها تصير مثل ما صار بجرود عرسال مع انه جرود عرسال كان حزب الله عم بيتقدم بينما ميله تفليطه ميله السوريه كان الحزب والجيش السوري وهي اللي خلت الأمور تخلص بأيام 100% أو لأنه في أمور تاني. أو لأنه في تفاوض في أمور تاني ما بعرف شو هي كانت سهلت الأمور في أمور تاني اللي منا موجودة بمعركة راس بعلبك اللي قصدك عوامل مش متوفرة نعم اللي سهلت كتير المعركة هونيك طب اليوم الجيش عم بيتسلح جوياً بين السيسنا وبين السوبر توكانو اللي جاي هيدا الأمر يسهل لأنه يعني حسب قراءاتنا كإعلاميين أنه هيدا التيارات ضبط الحدود المراقبة بتلائم كل الأحوال الجوية بتساعد بملاحقة التهريب هيدا عم نحكي المبدأ العام ولكن اليوم بملاحقة الإرهاب هيدا تسهل كمان طبعا هيدا جزء كبير من المعركة بس كنا منتمنى أنه كيف جزء كبير يعني إصابات أول شيء بتعرقلون وبتضربون شو بتعمل أول شيء جيش اليوم عم يوم يعني المعلومات عنهم بواسطة هالطيران الاستطلاعي هيدا تحركاتهم مكشوفة يعني أي تحرك لقلون عم ينكشف رغري وعم ينضرب إنما بالمطلق نحن منتمنى يكون عنا طيران حربي بيضرب وله فعالية أكبر على كل حال خلينا نشوف كيف مسار الأمور طبعا نحن نفترض اليوم لحديث هلأ ما وردنا أي خبر له علاقة براس بعلبك والقاع امبارح كانت الوتيرة مكثفة بالقصف والتمركز للجيش بتكون يمكن العوامل الميدانية هي اللي تفرض نفسها؟ لا يمكن اليوم امبارح عمل شيء جيش اليوم عم يعمل شيء تاني
من ضمن الخطة العمل المستمر يعني. العمل المستمر ما بيتوقف، إلا ما رح يتوقف يعني، بالعكس وقت اللي بيتحدد موعد المعركة بيكون وتيرته أعلى. هلأ الوتيرة بتخف وبتعلى حسب مجريات الخطة اللي بدها تصير للمعركة القادمة. إمتى لبنان بس بده يرتاح جنرال من كل ما يجري حوله؟ دايما نحن نتأثر. قديش بده يحمل اللبنانيين؟ قديش بده يحمل هيدا الجيش؟ تعودوا اللبنانيين، شوفي حتى من الأمور الحياتية تعود اللبناني يعني، عنده صار يعني ما في حدا عايش بالجو اللي عايشه اللبناني، إن كان من ناحية الأمنية أو من ناحية السياسية أو من ناحية المعيشية حتى. اللبناني صار معود. صح، الله يساعد اللبناني اللي حامل كأس مرة مثل ما بيقولوا. والجيش حامل كأس الكبير بهالموضوع هذا من كل النواحي. بس اليوم تختلف الصورة عما مضى مع الجيش. الجيش طور كيف الجسم، إذا بيكون حواليه أمراض بصير بيكون مناعة. الجيش بخلال من تاريخه لليوم ومع تجاذبات سياسية طور عنده مناعة. يعني جيوش العالم تهتز إذا ما في قرار سياسي واضح. بتبلش معلش بكل دول العالم ونحن منهم، ببلش بقرار بخيار استراتيجي واضح، الحكومة الدولة سلطة سياسية بتتبناه والجيش بيروح بينفذ. نحن ولا مرة كان معه ورقة بإيده واضحة الجيش شو بده يعمل. بالعكس أحيانا يلام بالوقت اللي لازم يلوموا نفسهم اللي ما. شو قصدك يلام؟ شو قصدك؟ معلق حضرتك يعني مثلا خلينا نحكي معركة عرسال من 2014 ل 2014 ليه بتنتهي هيك؟ كيف؟ ليه بتنتهي هيك؟ بالطريقة ليش كأنه الجيش عاجز بين؟ لا الجيش منه عاجز، أنا برأيي القرار السياسي كان عاجز. نعم هاي بصراحة منقولها. نعم. القرار السياسي هو العاجز، الجيش كان قادر يكمل المعركة وينهي الموضوع بوقتها طبيعي. هذه من الأمور اللي عم نحكي عنها، أنه على طول يلام وبيبين للرأي العام. بس مثل ما قلتي حضرتك الرأي العام اليوم ما عاد ينغش، ما عاد ينغش، يعرف انه مع الجيش هو. بدي اعتذر، بدي اقطعك، بدنا ننتقل نرجع لراس بعلبك تنتابع كلمة رئيس تيار وطن الحر الوزير جبران باسيل بعد اجتماع المكتب السياسي المجلس السياسي بالتيار براس بعلبك وجولة على القيادات العسكرية في المنطقة. خلينا نستمع لتصريح الوزير باسيل. يعطيكم العافية جميعا. والسؤال يلي اول ما وصلنا نسأل، ليه أنتوا اليوم هون؟ نحنا كل يوم هون، تيار وطن الحر كل يوم براس بعلبك وبهالمنطقة العزيزة من لبنان. أيام جينا بالإعلام على هالبلد بالذات، وأيام جينا بلا إعلام بالليل لنوقف معكن ونجول معكن على المراكز المتقدمة لما كان الخطر كبير ولما كان الخوف أكبر. نحن اليوم عاملين اجتماع استثنائي للمجلس السياسي للتيار الوطني الحر هون. هيدا الشيء جديد وهيدا الشيء الاستثنائي. ليه استثنائي؟ لأنه الظرف هو استثنائي. هالاستثنائية هيدي جاية من عدة أمور. أول شيء لما امبارحة نعرف بالاحتفال يلي صار هون، ولما بنسمع من أهل الراس إنه هني مبسوطين بصوت المدفع وعم بيرقصوا عليه وحاسين مع كل ضربة مدفع ضربة كرامة عم ترجع لهم، بيكون في شيء استثنائي، بيكون المدفع ما بيخوف. المدفع بيكبر القلب لأنه عم تنرد معه السيادة الوطنية على أرض لبنانية غالية كتير. نحن اليوم
بعملية استرداد للقرار السيادة اللبناني. عم نسترد قرار غاب، ومضطرين نقول انه لأول مرة من فترة طويلة عم نرجع نشهد اشياء غابت عنا، ومضطرين نقول ليه الوضع استثنائي، لانه بظروف طبيعية طبيعي يلي يحصل انه الجيش اللبناني يكون عم بيخوض معركة تحرير ارض لبنانية. بس ليه عم نحتفل بس قبل ما نحتفل بالنصر وبالتحرير؟ عم نحتفل بمجرد اخذ القرار، لانه القرار كان غايب. باثنين اب 2014 لما احتلت الاراضي اللبنانية من قبل الجماعات الارهابية، ثاقبت نهارا بالذات، كنت انا بمؤتمر دولي بطهران وقلت بكلمة لبنان انه نحن لأول مرة امام احتلال ارض لبنانية من قبل داعش، وعلى الدولة القيام بتحريرها. واندعينا يومتها بعد يومين لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء، دخلنا وزراء التيار الوطني الحر مطالبين فورا بتحرير الارض من قبل الجيش اللبناني. للأسف وقت القرار بعد معاندة عدة جلسات اتخذ، ولكن لم ينفذ، ولم ينفذ للأسف بوقتها بقرار سياسي داخلي لبناني وبغطاء خارجي إقليمي ودولي، سمح باحتلال الأرض اللبنانية مثل ما سمح وشجع بالنزوح السوري الكثيف إلى أرض لبنان. هودي أمرين ما في كلمة لألنا كانت أمام المجتمع الدولي. راجعوا كل خطاباتي كوزير خارجية أمام المجتمع الدولي، أحكي على طول عن خطرين: خطر الإرهاب وخطر النزوح المتلازمين مع بعضهم، لأنه كنا عارفين أنه هودي عم بيحدثوا بقرار خارجي وبتغطية داخلية. ما لح نرجع نستعيد هيدي التغطية كيف كانت، لأنه اليوم راحت، فما لح نرجع لورا ولا نذكر بتصاريح وبمواقف أعلنت بوقتها، إنما أدت إلى غياب القرار اللبناني وإلى فراغ. صار في فراغ بالقرار وفراغ على الأرض. استدعى بوقتها إذا بتتذكروا بلشت تتساقط الصواريخ الإرهابيين على ضياعنا وعلى مدننا هون. صار كل يوم يصير في خرق إضافي تحتل الأرض إضافية. وما بنسى لما فات الخطر على الأبواب وفاتوا بمنطقة الهرمل على الضيعة، وصار في هبة شعبية طبيعية مش من حدا، من الناس، كل واحد حمل باروته وركض تيدافع عن أرضه وعن عرضه، وبلشت الحركة الشعبية تتنامى. وطبعا وقتها حزب الله بقدراته أخذ أكثر من مبادرة وحرر بهذيك المرحلة أكثر من شقفة، ودافع عنا كلنا سوا وعن هالمنطقة، وأهل المنطقة بيعرفوا، ما في زوم حدا يخبرهم، بس عم نخبر يلي ما بيعرفوا، دافعوا عن هيدي الأرض. واستمر هيدا الوضع لتغير شيء، إنه صار في عنا رئيس جمهورية قوي وقائد جيش قوي وحكومة قوية قررت بتملئة الفراغ من بعد ما استمر العمل الطبيعي والعفوي والتلقائي والذاتي من قبل حزب الله والمقاومة والناس بالدفاع وبالتحرير. وعندما حصلت الأحداث الأخيرة، الجيش اللبناني هو إراديا قرر طبعا وبتشجيع من رئيس الجمهورية وبموافقة من الحكومة، قرر ياخذ القرار بأنه هو بذاته يعمل المعركة تبع الشرود ويحرر الأرض. نحن بدنا نقول اليوم أنه نحن أمام قرار لبناني 100% اتخذ رسميا من لبنان بالشكل الرسمي، من دون استئذان أحد، من دون الحاجة إلى هالاستئذان هيدا، وتلاقى
شعبيا ومن القوى السياسية بتشجيع مثل ما سمعنا نهار الجمعة الماضي بتشجيع وبمساعدة يكون في له طبيعة الاحتضان السياسي والاحتضان الشعبي. وأي تصوير لهذا الأمر بأنه منه قرار لبناني رسمي صافي هو محاولة عرقلة لإله، وهيدي العرقلة ما بعتقد أنه ممكن أنها تحصل، لأنه هيدا القرار مأخوذ ولا رجوع عنه. والمعركة بلشت مثل ما نحن عم نسمع، مثل ما سمعنا اليوم هون امبارح سمعنا، واليوم تأكدنا أنه صار في تحرير لثلاث أربع تلال أساسيات واستراتيجيات ولمساحة حوالي 15-20 كيلومتر مربع. فإذا تحرير الأرض من قبل الجيش اللبناني بدأ ولن يتوقف لحتى تتحرر الأرض كلها سوا داخل الأراضي اللبنانية محل ما نحن مسؤولين، للحدود اللبنانية محل ما الحكومة اللبنانية مسؤولة، ومن قبل الجيش اللبناني يلي هو جيش كل اللبنانيين ويلي مسؤوليته اللي غابت عنه بفعل قرار سياسي لبناني وخارجي عادت لإله بفعل قرار منه وبقرار لبناني وسياسي ذاتي. هيدا الشيء الاستثنائي يلي عم بيحصل اليوم، ويلي من الطبيعي انه التيار الوطني الحر يواكبه ويواكبه بكل مراحله ويعطي اكيد الموافقة بما يخصنا كفريق سياسي، والتشجيع واكثر من هيك الاحتضان الشعبي للجيش لنرجع نعيش المشهد الالفي والوحدة والتكامل بين الجيش والشعب يلي شفناه قبل بمرحلة 89-90 وعم بيرجعوا اللبنانيين يعيشوا فرحته، ويلي شفناه بمراحل التحرير البارد وكل المراحل السابقة، ويلي نحن هيدا أقوى قوة للبنان إن نشوف هيدا التكامل بين الجيش والشعب، ونقول إنه هيدا المعركة أكيد بتعني لكل واحد منا لأنه بيتواكب مع معرفة مصير العسكريين اللبنانيين المفقودين، ويلي مهمة الجيش إنه يكون عم بيحدد لهم مصيرهم، ويلي كمان بغيابنا بهذا الموضوع زاد الخطر، خطر الإرهاب وخطر النزوح. واليوم منعرف الدي المسؤولية كبيرة علينا نحن كشعب وعلى الجيش بتحرير الأرض وبالتعاطي مع ملف النزوح بمسؤولية كبيرة من خلال القانون الدولي ومن خلال القوانين الإنسانية باحترام الإنسان، ولكن كمان من خلال قوانين الحرب يلي هي بترعى طريقة تعاطي الجيوش بهيك حالات، ويلي الجيش اللبناني مدرسة بتعلم حقوق الإنسان وبتعلم كيف نقدر نعالج قضايا من هالنوع. اليوم الخطر جاي من مطارح كبيرة، والجيش اللبناني بده يتعاطى معه بكل مكان بمكانه، وحل ما في نزوح في معالجة أمنية وضرورية وسريعة لازم تصير، ومحل ما في منظمات إرهابية مثل داعش بالجرود هون لازم يصير التحرير ويصير كمان بسرعة كبيرة. فإذا نحن وياكم اليوم عم نعيش فرح كبير بأنه دولتنا عم تستعيد ثقة الناس فيها، وهيدا الأهم، هيدا الأهم. يمكن أنت رئيس جديد بالبلدية وبعرف قدي الدولة غايبة، بعرف كتير منيح، وأنا مش أول مرة بجي على هالضيعة بالذات ونهتم بمشاريع ومشاريع المنطقة، بس قد ما عملنا مقصرين معكم، لأنه أنتوا يلي عملتوه للوطن أكبر بكتير من بير مي ومن مجرى مي. ونحن شو ما عملناكم ما لحنا فيكم حقكم والحماية الكبيرة يلي عملتوها للبنان. أكيد علينا نعود بالقرار السياسي ويعود الجيش ليكون هو ماسك الأرض، وتعود الدولة لتعطيكم حقوقكم وتعطيكم الخدمات اللازمة، وهذا الشيء صار قبل بقدرات قليلة رح يصير بعد بقدرات أكبر،
بس الأهم من هودي كلهم أنا بعرف ناس هالمنطقة بيعيشوا على الكرامة قبل ما يعيشوا على المي واللقمة. بقى يخلينا إياكم نحن معكم كل يوم، نحن مواكبيكم، رح نرجع نطلع لكم بالأيام الجاية بالنهار وبالليل ونتابع معكم هالمعركة يلي ما حدا منا بيعرف قديه بدها تكون وقتها وكيف بدها تكون مجرياتها. ولم نسمح لحالنا، هيدا قضية بتخص الجيش اللبناني هو بقرار قيادته الأدرى كيف بيدير معركته، بقرار سيادة لبناني صافي ما لح يجي أي قرار خارجي يوقف هالمعركة، وما لح يكون الجيش متنازل سنتيمتر واحد عن أرض ولا مليمتر واحد عن قرار سيادي. هو بياخد القرار، هو بيحفظ وبيعرف كيف بيحفظ أرواح العسكر والضباط. هو بيعرف القرارات يلي بياخدها على الميدان تيعرف مع مين بيتعاطى وكيف بيتعاطى، ومنعرف انه هيدا قراره وهيدا عمليته هو حر فيها وعنده الغطاء الكامل فيها، هو قادر وحده انه ينفذها. والكل قرين بهالقدرة هيدي، منه بحاجة لحدا ومنه لح يوفر انه يعمل شيء تيقدر بالوقت اللي بده اياه وبالتوقيت اللي بيريده وبالسرعة يلي بيريده يكون عم يحفظ الناس المدنيين والعسكر. ونحن عسكر كلنا وراء عشته عيش الجيش اللبناني وعشته. كنا مع كلمة رئيس تيار الوطن الحر الوزير جبران باسيل من راس بعلبك، من بعد اجتماع المجلس السياسي ببلدة راس بعلبك. قولتك جنرال يعني بالدقيقتين اللي باقيين ستصبح تلك المنطقة محجة للسياسيين لدعم الجيش، وشو بتقدم وبتأخر للآخر؟ يعني أنا بنهاية المقابلة هذه أو شيء أنا بحب وجه تحية لقائد الجيش وللجيش الوحدات المقاتلة اللي هني هلأ هني العيون كلها عليها، وأنا بعتبر أنه هاي شرف كبير للجيش بهالمرحلة هذه أنه يحقق تحرير الأرض من هالعالم. هلأ اللي محج بده يطلع، نحن بالنسبة لنا بالنسبة للجيش هيدا إضافي على المعنويات، إنما جيشنا عنده كمان معنويات ذاتية من تدريبه من قيادته قادرة أنه تحسم المعركة، وإن شاء الله قريبا جدا مع أهل عرسال وأهل راس بعلبك وأهل القاع اللي هني خزان هالجيش وما في أي في تكامل مع الجيش والوحدات اللي عم تقاتل فوق بينتصروا وبنشال هالكابوس عن هالمنطقة هيدي. أنا بدي أشكرك حضرة العبيد الركن المتقاعد فؤاد هيدموس على حضورك لمعنا اليوم. أنا بدي أشكر المشاهدين في كلمة أنا يمكن بدي أقول عطا نحن ما منوجهها، بس معلي في بعض المشاهدين والمتابعين على السوشيال ميديا على تويتر وعلى فيسبوك غمروني بلطفهم ومحبتهم، أنا بشكرهم. نحن الإعلام بخدمتهم عم بيعملوا حملة مضادة على بعض عذرا الزعران الناس البلا أخلاق اللي عم بيتناولوني ببعض الأشياء. ما رح نزل قيمتي وقيمة عملي ومهنتي ومهنيتي لهالمستوى. أنا بشكر للناس اللي عم بتدافع عني لأنه هي بتعرف شو معناتها الإعلام وشو معناتها الرسالة إنه الواحد يكون موضوعي. وبالنهاية بدي أقول لهم لهولي الزعران إنه نحن كلنا لبنانيين من أقصى جنوب لأقصى البقاع، فشو ما تكتبوا وتعملوا هيدا الشيء ما بيقدم ولا بيأخر علي. فبشكر الناس اللي تولت الدفاع عني، هيدا لوحده بكفيني. بشكر حضورك حضرة العميد. أنا بشكر محبتك للجيش أكيد. ووطنيتك. هيدا الجيش بقلبنا، وبنتل ما أنا كمان صحفية أنا مواطنة وأم وبالنهاية بهمني نعيش نحن كمان باستقرار، وقلنا كنا هاجرنا مثلنا مثل غيرنا أو بقينا برا. شكرا لحضورك. ستين هون بإذن الله. بإذن الله. شكرا لحضورك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. جنرال. شكرا. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا.
وبلاقيكم بموعد جديد الأربعاء المقبل. إلى اللقاء.